أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قطرات الندى. هيستكمل معنا خادم الرب الأخ بطرس نبيل التأملات من خلال رسالة أفسس. أهلا بك أخ بطرس. أهلا يا أخت مريم. أعزائي المشاهدين، نفتكر مع بعض الكلام اللي كنا بنقوله في الحلقة اللي فاتت، إن لما يقول إله وأبو ربنا يسوع المسيح، لما يقول إله ربنا يسوع المسيح يقصد أن العلاقة مع الرب يسوع في الناسوت، ولما يقول أبو ربنا يسوع المسيح يبقى علاقته به في اللاهوت. قبل ما ننتقل للمصطلح اللي بعد كده، نسأل سؤال أخ بطرس. تفضل. أخ بطرس، حضرتك في الحلقة اللي فاتت شرحت لنا أن الرب يسوع المسيح في ناسوته على الأرض كان بيستمتع من ناحية الله بعلاقتين، بمشاعر انه ابوه وانه الهه. طب ازاي واحد يبقى له شعور مختلف في علاقة واحدة؟ هي مش مشاعر مختلفة، اخد بالك؟ يعني عايز اضرب لك مثل بسيط من خلاله نقدر نجاوب على السؤال ده. فضل. لو افترضتي معايا مثلا انه في تلميذ في فصل دراسي، أبوه بيعمل مدرس، أخد بالك، وبيدرس في هذا الفصل. أثناء ما الأب واقف على السبورة يشرح الدرس، التلميذ ده بيكن لأبيه أكثر من شعور، أخد بالك؟ يعني من وجهة نظر ومن شعور معين يشعر أن ده المدرس، ويشعر أن هو إذا تعذر عليه فهم أي معلومة مش أي مانع أن هو يستوقف المدرس ويسأله، أخد بالك؟ والمدرس يجيبه بصفته المدرس. لكن في نفس الوقت التلميذ يبقى قلبه مليء بشعور البنوة من ناحية أبيه وهو واقف كالمدرس قدام السبور، بحيث أن التلميذ متأكد أنه لو احتاج حاجة بكل يقين الأب سيسرع لتلبية حاجات ابنه اللي هو أصلا تلميذ في الفصل، فيكن لهذا الشخص شعور المدرس وشعور الابن لأبيه في ذات الوقت. أيوة. شكرا يا أخ بطرس. عايز أضيف لك برضو حاجة علشان أأكد على فكرة إله ربنا يسوع المسيح. تفضل. للرب يسوع المسيح كالإنسان الكامل. تفضل. يعني شوفي، في آيات كتير نقدر نسمع فيها لغة اتضاع الناسوت، أقصد لغة المسيح كالإنسان الكامل. يعني مثلا أفكرك بالآيات اللي اتكلمنا فيها أكثر من مرة في مزمور 16، هتسمعي المسيح نفسه يصلي إلى الله كالإنسان ويقول له كده احفظني يا الله. يا الله، أهدي لغة اتضاع الناسوت. لو كملنا بقى، لأني عليك توكلت، عدد 2، قلت للرب أنت، برضو دي لغة اتضاع الناسوت. قلت للرب أنت سيدي خيري، لا شيء غيرك. طب أفكرك كمان مزمور 22 العدد الأول والثاني، المسيح كالإنسان وهو على الصليب، وده المزمور اللي بنسميه ذبيحة الخطية. والمسيح يجد الحل لمشكلة الخطية، يفتتح هذا المزمور لو تفتكري إلهي إلهي، أهو ده بقى الإنسان يتكلم، إلهي إلهي لماذا تركتني، بعيدا عن خلاصي عن كلامي زفيري، إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. في ذات المزمور، أقصد مزمور 22 عدد 9 و10، يقول له كده برضو كالإنسان، لأنك أنت جذبتني من البطن، جعلتني مطمئنا على ثديي أمي، عليك ألقيت من الرحم، اسمع اللي جاية بقى، من بطن أمي أنت إلهي. بالضبط. وهذه هي لغة اتضاع الناسوت، لغة الإنسان الكامل. لكن يا للعجب يا أخت مريم، إن كان الله هو إله وأبو ربنا يسوع المسيح، ففي هذه العلاقة الراقية جدا اللي احنا ما نقدرش نفهمها بالعقل، اخد بالك، مش لانها تتعارض مع العقل، لكنها فوق العقل. العقل ما يقدرش يسعها،
لكن في هذه العلاقة الراقية أراد الله أبونا أن يدخلنا. يعني إيه أراد الله أبونا أن يدخلنا؟ يشركنا في هذه العلاقة. أخد بالك؟ طبعا مع الفارق لما هنيجي نشرح فكرة التبني بتاعنا يختلف طبعا عن البنوة الأزلية اللي بيتمتع بها الابن كونه الابن الأزلي الكائن أزلا مع الآب ومع الروح القدس. لكن أفكرك بآيات قالها الرب يسوع المسيح نفسه في يوحنا 20:17. الرب كان بيتكلم مع مريم المجدلية وبعدين قال لها كده، قال لها يسوع: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، لكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي. وشوفي بقى يقولها كلام رائع، يذيع لها أخبار راقية وعالية جدا، أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فإله ربنا يسوع المسيح هو إلهنا، وأبو ربنا يسوع المسيح هو أيضا ربنا أبونا. شكرا يا أخ بطرس. ننتقل لمصطلح تاني من المصطلحات المتشابهة، غنى النعمة ومجد النعمة. حضرتك وعدتنا أنك تفسر المصطلح ده. أيوة، احنا قرينا المصطلحين دول، واحد وارد في العدد السادس والتاني يارد في عدد 7. تعالي نقرأ تاني الآيات مع بعض علشان بس تعالي نقراها بدءا من العدد 5. السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرت مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. إذن مبدئيا هنتفق أنه مجد النعمة ارتبط بالكلام اللي قبليه عن التبني، وهنشوف كمان أنه ارتبط بالكلام اللي قبل كده. لكن أين وردت كلمة غنى النعمة؟ في عدد 7 أهو كده، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. هضرب لك برضو مثل سهل خالص علشان نفهم الحقيقة دي وكل المشاهدين ينبسطوا خالص ببساطة هذه الفكرة. افرضي معي أن أنا وأنا أسير في الشارع قابلت شخص متسول، وهذا الشخص كانت ظروفه مشؤومة للغاية، عليه ثياب رصة وشعره منبوش ومنظره يعلوه القذارة، أخد بالك، وعليه ديون لأنه راجل متسول وفي ظروف صعبة وليس له أين يسكن في كل هذه الظروف المبتئسة، أخد بالك. جيت أنا ابتديت أسدد الدين الذي عليه، وابتديت أقدم له الطعام علشان لا يظل في حالة الجوع، وابتديت أقدم له ثوبا ليلبسه بدل الثياب البالية أو الثياب الرثة التي عليه. ابتديت بالتلخيص يعني أسدد احتياجاته. هذا ما فعلته النعمة في غناها، أخد بالك، سددت الاحتياجات وحلت مشكلة الخطية، أخد بالك. لكن إيه رأيك لو أنا مسكت هذا الرجل بعد أن أهديته ثيابا ليكتسي وأعطيته طعاما ليأكل؟ إيه رأيك لو أنا أخدته وتبنيته، قلت بقى أن ده ابني، أخد بالك، وكنت أنا شخص ثري أمتلك ممتلكات كثيرة، أخد بالك، فبما أني تبنيته ابتديت أعطيه المجد الذي لي. يعني لو عندي سيارة غالية الثمن ابتديت أورثها له، ابتديت أديله فيلا يسكن فيها. دي بقى النعمة مش في غناها، لكن دي النعمة في مجدها، ابتديت بقى أديله مجد، أخد بالك. فعلشان يعني على قياس هذه القصة أو المثل اللي أنا بقوله لك، غنى النعمة كان يكفي لحل مشكلة الخطية وللتعامل مع كل هذه المسائل المتعلقة بالخطية. فالنعمة في غناها أذهبت عنا المذنوبية وسددت المديونية،
أخد بالك؟ يعني ثابتنا ولا علينا دين ولا علينا ذنب، ما عليناش استذناب، مش مستذنبين. ده النعمة في غناه. أما النعمة في مجدها ابتدت تدينا حاجات أعلى من كده، أغلى وأرقى من هذا بكثير. فمجد النعمة يرتبط بالأعداد من 3 لـ5 لو بصيتي معايا. يعني من 3 نلاقي مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركات روحية في السماوات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. عدد 5 سبق فعياننا للتبني. أخد بالك كل الحاجات دي بقى؟ لا دي حاجات مش بس دي، كانت غفران الخطايا وإذهاب المذنوبية وتسديد المديونية، لا ده نلاقي البركات ونلاقي التبني ونلاقي الإحضار في حالة مجد. أو في بالضبط في حالة المجد. فغنى النعمة سدد الاحتياج، ومجد النعمة أحضرنا إلى دوائر المجد. عايز بس أفكرك ببعض الشواهد الكتابية اللي بتورينا مجد النعمة ظهر وهيظهر إزاي فينا في المستقبل. لو بصيتي مثلا في آية جميلة وردت في إنجيل يوحنا إصحاح 17 عدد 22، الرب في صلاته لله الآب كرئيس الكهنة يقول الكلام الجميل ده، يقول له وأنا قد أعطيتهم المجد. يا سلام، شوف الكلام الغالي ده، وأنا قد أعطيتهم، يعني الإبن أعطانا المجد اللي الآب عمل إيه؟ إدهوله. وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. دي آية جميلة بتورينا مثلا مجد النعمة. أوريكي آيات تانية في كولوسي 3 عدد 3 و4، الرسول يقول لنا كده، لأنكم قد مُتّم مع المسيح وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. بالبساطة يعني إيه مُتّنا مع المسيح؟ يعني إحنا اتفقنا إنه لما المسيح مات اعتبر لنا الموت وكأننا قد مُتّنا اعتبارياً مع المسيح، يعني اعتبرنا إن إحنا برضو مُتّنا معاه. ولما قام المسيح برضو إحنا كأننا قمنا معاه، لكن العالم لا يعرف هذه الحقيقة. يعرف إن المسيح مات واحنا كمان عملنا ايه؟ نكرة في العالم، احنا نكرة في هذا العالم. عشان كده حياتنا مستترة مع المسيح. اخد بالك؟ يعني زي ما العالم ما يعرفش المسيح برضو العالم ما يعرفناش. لكن شوفي بقى، خدي المجد في عدد 4، متى اظهر المسيح حياتنا؟ اهو كده انا مبسوط انك بتقري معايا التشكيل صح، لانه هيفرق. هي مش متى اظهر المسيح حياتنا، لا، متى أظهر المسيح حياتنا بمعنى إيه؟ المسيح حياتنا بالضبط كده، يعني عايزين نفهمها صح. متى أظهر المسيح الذي هو حياتنا؟ فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. في المجد، وهذا هو مجد النعمة. آية جميلة أخيرة أقولها لك في تسالونيكي 2:11، يقول كده عن الرب لما هيجي في الظهور بعد الاختطاف ب7 سنين، متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. يعني كل العالم هيتفرج على مجد المسيح مستعرض فينا، بيتعرض فينا. هذا هو مجد النعمة، أو دي لمحات من مجد النعمة. شكرا يا أخ بطرس. نستكمل بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لكي نستكمل المصطلحات المتشابهة. أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد. بعد ما فهمنا الفرق بين غنى النعمة ومجد النعمة، نصل إلى المصطلح الأخير. أخ بطرس، عايزين نفهم الفرق بين سبق فعيننا وسبق رجاؤنا في المسيح. نفتكر الآيات مع بعض اللي هي الآيات 11 و12، الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمله كل شيء حسب رأي مشيئته، اللي وراها لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. لما الرسول بولس بيقول معينين سابقا،
لو تفتكري في حلقة سابقة كنا بنتكلم مرة في روميا 8 عدد 29، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوات كثيرين. واتفقنا أنه سبق فعرفهم وسبق فعينهم، دي حاجات مرتبطة بالأزل لا علاقة لها بالزمان، يعني قبل أن يكون هناك زمان. فلما بيقول معينين سابقا يقصد هذا التعيين الذي حدث قبل الأزمنة الأزلية. يعني بالبساطة هجيب لك آية قلناها كتير قوي في الإصحاح اللي بنتأمل فيه في أفسس واحد. يعني في أفسس واحد عدد 4، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم. قبل تأسيس العالم، تمام كده؟ فدي بقى اسمها إيه؟ اسمها معينين سابقا. سابقا يعني إيه سابقا؟ يعني الأزل. قبل تأسيس العالم، يعني شيء مرتبط بالأزمنة الأزلية، بالأزل يعني قبل الأزمنة، أخد بالك؟ لكن لما يقول سبق رجاؤنا في المسيح، لا دي ليها معنى مختلف خالص بقى. لما بيقول نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الرسول بولس كيهودي بيضع نفسه مع بقية اليهود الذين قبلوا البشارة المسيحية، أخد بالك؟ وإحنا اتفقنا في الحلقات السابقة أن اليهود الذين قبلوا البشارة المسيحية دول مش لسه قاعدين يهود بقى، دول بقوا مسيحيين مؤمنين سكن فيهم الروح القدس، ومع الأمم الذين قبلوا البشارة المسيحية كونوا معا الكنيسة جسد المسيح. طيب بولس كيهودي مع أولئك اليهود الذين قبلوا البشارة المسيحية سبق رجائهم في المسيح على مين؟ عن بقية اليهود اللي لم يقبلوا البشارة المسيحية وربما يكونوا هيقبلوها بعد كده؟ بالظبط، طبعا مش اللي هم يقبلوا يعني رفضوها، لا. خلي بالك انه بعد ان تختطف الكنيسة، بعد الاختطاف، لان احنا طبعا عارفين انه في لحظة هتيجي اسمها لحظة الاختطاف، والمؤمنين الحقيقيين اللي سكن فيهم الروح القدس اللي بنتكلم عنهم ومؤمني التدابير السابقة اللي هم فارقوا الحياة، كل دول هيحصل لهم اختطاف وهيطلعوا مع المسيح ويروحوا السماء. أخد بالك؟ بعد كده سيدخل العالم في ضيق لمدة 7 سنين. طبعا أنا مش هدخل في أي تفصيل يخص هذا الضيق، لكن بقولك أن الضيق ده هيكون لمدة 7 سنين. وخلال هذا الضيق اللي بنقول عنه في نص الأولاني 3.5 سنين مبتدأ الأوجاع، والنصف الثاني 3.5 سنين الأخارة بنقول عنهم الضيقة العظيمة. خلال هذه السنين 7 في بقية من شعب اليهود سترجع إلى الرب. أخد بالك؟ هتؤمن يعني هتقبل المسيح. تمام. فعندما سترجع هذه البقية إلى الرب يبقى دي بقى رجعت طبعا مؤخرا. ليهم رجاء برضو بس. بالضبط، رجعوا أهو كده، رجعوا لاحقا. لكن في الحالة دي بقى يبقى الرسول بولس واليهود الذين قبلوا البشارة المسيحية سبق رجاؤهم على أولئك الذين سيؤمنون في الضيقة. أخد بالك؟ فعشان كده معينين سابقا أي معينين أزلا. أما سبق رجاؤنا في المسيح دي تخص الرسول بولس كيهودي مع بقية اليهود الذين قبلوا البشارة المسيحية، سبقوا الذين سيقبلون هذه البشارة، بشارة الملكوت. ده الكلام ده في الضيقة. طب أخو بطرس في عدد 4 بيقول كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدمه في المحبة. كلمة قديسين هنا بيقصد بها إيه؟ يعني كتير مننا بنفهم إن قديسين دول فئة معينة من الناس، هل القديسين هنا فئة معينة من الناس بس بيقول اختارنا لنكون قديسين؟ ايه تفسير حضرتك؟ شوف يا اخت مريم، كلمه قديسين وردت مره في العدد الاول. يعني لو قرينا مع بعض بولس رسول يسوع المسيح بمشيئه الله الى القديسين الذين في افسس، او المؤمنين او الامناء في المسيح يسوع. القديسين في العدد الاول تعني بمعنى مفرزون او مخصصون، يعني الناس اللي امنوا بالمسيح افرزهم الروح القدس لحساب الله.
كل اللي امنوا برضه، كل اللي امنوا، كل اللي تمام. لكن في العدد الرابع اللي بتسالي فيه حضرتك دي، هنا بمعنى قدوسين، وقدوسين دي يقصد بها اننا نلنا ذات طبيعه الله، لانه قدوس، لان الله قدوس، اخد بالك؟ فاختارنا فيه قبل تاسيس العالم وغرض ان احنا نبقى قدوسين، لنا ذات طبيعته. وبالمناسبه دي بقى عايز اكلمك عن القداسه، ان الكتاب المقدس بيكلمنا عن ثلاث انواع من القداسه. في قداسه اسمها قداسه شرعيه او قداسه المقام، وفي قداسه اسمها القداسه العمليه، وفي قداسه اسمها القداسه المطلقه، اخد بالك؟ دي بتاعه الله نفسه. ايوه، وهنتكلم عنها برضو، او هنتكلم عن الثلاثه بايجاز. طبعا قداسه المقام او القداسه الشرعيه، يعني هديكي مثلا، نفرض في واحد ولد ابن ملك، فده مقامه ابن الملك بالظبط كده. طيب افرض معكي فروض، طبعا هي مش لطيفه، لكن نفرض ابن الملك ده غير مهندم، يعني هندامه غير مناسب، ده لا يمنع ان هو ابن الملك، ابن الملك، فده مقامه ثابت، هو ابن الملك، لكن هندامه لا يتناسب مع مقامه، اخد بالك؟ فلكن لا، مطلوب بقى انه حالته العمليه، وضعه الواقعي يتناسب مع مقامه كابن الملك. فانا ممكن اقول له يا ابن الملك خليك ابن ملك، خليك ابن ملك في ملبسك، في مظهرك، في اسلوب حديثك، في تصرفاتك المختلفه، اخد بالك؟ ده الفرق بين المقام والحاله العمليه. عايز اطلع لك ايه عن المقام، المقام الثابت والمقام الشرعي اللي احنا تحصلنا عليه في فكره القداسه دي. في ايه حلوه في يوحنا الاولى، رساله يوحنا الاولى الاصحاح الرابع العدد السابع عشر، يقول كده: بهذا تكملت المحبه فينا، ان يكون لنا ثقه في يوم الدين. يعني ايه ان يكون لنا ثقه في يوم الدين؟ يوم الدينونه، يعني مش خايفين، مش معنى كده ان احنا هنخش يوم الدينونه وهنطلع يعني زي الشعره من العجين، لا، عايز يقول ان احنا زي بتاعت روميا 8:1، اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع. لنا ثقه في يوم الدين ان احنا سوف لا ندخل يوم الدينونه، سوف لا نقف امام الديان، ما الدينونه اللي علينا خلاص راحت، وقعت، اخد بالك؟ وبعدين بقى يقول آية جميلة، يقول لأنه كما هو في هذا العالم، في هذا العالم هكذا نحن أيضا. هقراها لك تاني بوقفة صحيحة: لأنه كما هو في هذا العالم هكذا نحن أيضا. يعني نحن في هذا العالم كما هو في السماء، أخد بالك؟ يعني إيه بقى؟ ده المقام الثابت، يعني زي وضع المسيح النهاردة في السماء، احنا في هذا العالم. يعني كما هو في السماء، اخد بالك، يحظى بهذا المقام الثابت، هكذا نحن ايضا في العالم. دي القداسه الشرعيه وقداسه المقام اللي مش ممكن ابدا تتغير. اما في ذات الرساله، لو قريتي معايا في يوحنا الاولى 3:3، يقول كده: وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. الله، طب يجي السؤال بقى، هو يطهر نفسه ولا يتمتع بالمقام الثابت؟ الاثنين. هو يتمتع بالقداسة الشرعية كمقام ثابت، وده ما فيش فيه فصل ومش هيتغير، أخد بالك؟ لكن هو بعينه اللي بيتمتع بهذا المقام الثابت عليه أن يراعي القداسة العملية، يطهر نفسه. لكن أختم معاكي بقى بالقداسة المطلقة في ذات الإصحاح اللي بنقرأ فيه في يوحنا الأولى 3 بس عدد 2، يقول لنا كده: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. يعني في النهاية هنبقى زي مين؟ الله، زي الرب يسوع المسيح بالضبط. ودي القداسة المطلقة. شكرا يا أخ بطرس، نستكمل في حلقة قادمة. أعزائي المشاهدين، ليعيننا الرب
أن نطهر نفوسنا وأن نعيش القداسة العملية التي تتناسب مع القداسة الشرعية التي لنا في عمله. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.